رجل إنجليزي اسمه توماس، يعمل ميكانيكيا، ويجد قوت يومه بصعوبة. رزقه الله ببنت، وعندما وصلت للخامسة، أصيبت بمرض أدى إلى ضمور عضلاتها، فتوقف نموها عند هذا السن، وكلما دخل عليها والدها، يجدها تبكي، فيغلق عليها الباب، ويذهب لحجرته مهموما، ويضرب السرير بقدمه في غيظ، قائلا: لماذا يا رب؟ كل الناس تنجب بناتا وأنا الوحيد الذي ابتليتني بالفقر وبمرض ابنتي وفي أحد الأيام ذهب لعمله واشتكى حاله لصديق له فقال له صديقه لقد تأثرت بأحد أصدقاء المسلمين وكان دوما يحتضن أبناءه ويقبلهم وعندما كنت أنظر إليه بدهشة كان يقول لي إن ما أفعله كان يفعله نبينا الكريم مع ابنائه فكان اذا دخلت عليه ابنته فاطمه رحب بها وقبل يدها واجلسها في مجلسه كما ان هذا النبي العظيم كان يرتكز على اربعه اطراف ويقلد الحصان ليجلس على ظهره احفاده الحسن والحسين ويدللهما كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون فاذكروني أذكركم واشكروني ولا تكفرون لذلك أقول لك البنات يا صديقي من اسرار جمال الله فاستمتع بقربها ولسوف يريك الله جمال وجودها ذات يوم عاد توماس لبيته ودخل على ابنته المقعده فنظرت اليه وبكت كعادتها وفي هذه المره حملها على ظهره فسكتت ثم جرى بها داخل البيت فاردا ذراعيه كانهما جناحين فضحكت ابنته حتى شهقت من كثره الضحك في هذا اليوم شعر الاب بالسعاده لاول مره في حياته ومن شده سعادته حمل ابنته وجرى بها في الشارع كالمجنون فضحكت ابنته وظلت تضحك طويلا واثناء ما كان الاب يجري بكل سرعته من فرحته بابنته راه جاره وقال له اراك سريعا جدا في الجري لماذا لا تتقدم في مسابقه الجري التي تجريها ملكه بريطانيا سنويا وبالفعل تقدم توماس للمسابقه ومع بدايتها ذهب للمسابقه حاملا ابنته على كتفه ووصل للمركز الثالث ولكنه خطف الانظار نحوه بسبب ابنته وانصرفت ابصار الناس عن صاحب المركز الاول وتحدثت الصحف عن توماس وابنته وفي العام التالي تقدم توماس لنفس المسابقه وحمل ابنته ايضا وجرى بها واخذ يسابق ويقاوم حتى حاز على المركز الاول وفاز بتسعه ملايين دولار عن المسابقه وايضا جائزه الاب المثالي ليصبح من اغنى اغنياء بريطانيا وقد اصبح بعد ذلك صاحب شركه ووضع على برواز فوق مكتبه مقوله صاحبه البنات يا صديقي من اسرار جمال الله فاستمتع بقربها ولسوف يريك الله جمال وجودها ذات يوم كان احد عمال المنازل يعمل خادما لدى احد الاثرياء المشاهير وكان من عاده هذا الثري ان يستقل سيارته الفارهه كل يوم وعندما يحييه الخادم بالسلام كان الثري لا يرد التحيه وفي يوم راى الثري هذا الخادم وهو يلتقط كيسا فيه بقايا طعام نظرا لفقره ولحالته الماديه الصعبه فتجاهله الثري وكانه لم ير شيئا وفي اليوم التالي وجد الخادم كيسا بنفس المكان ولكن الطعام كان فيه مرتبا وطازجا اخذ الخادم الكيس وفرح كثيرا الا انه لم يهتم بامر الكيس او يسال نفسه من اين جاء واصبح الخادم كل يوم يجد نفس الكيس وهو مليء بالطعام وحاجيات البيت كامله فكان ياخذه حتى أصبح هذا الموضوع روتينيا إلا أنه بدأ يتساءل هو وزوجته وأولاده من يا ترى هذا الرجل التقي النقي الخفي الذي يتصدق علينا بكيسه كل يوم كان الخادم يدعو له ويوصي زوجته وأولاده بالدعاء له وفي يوم من الأيام شعر الخادم بجلبة في العمارة فعلم أن السيد الثري قد توفي وكثر الزائرون في ذلك اليوم ولكن اتعس ما كان في ذلك اليوم بالنسبه للخادم ان الرجل الصالح قد نسي الكيس حتى ظن ان احدا من الزائرين قد سبقه اليه وفي الايام التاليه لم يجد الخادم ايضا الكيس وهكذا مرت الايام مما زاد وضع الخادم المادي سوءا فقرر ان يطالب السيده زوجه الثري المتوفي بزياده الراتب او ان يبحث عن عمل اخر وعندما كلمها الخادم قالت له في دهشه كيف كان المرتب يكفيك وقد صار لك عندنا اكثر من سنتين ولم تشتكي فماذا حدث الان فاخبرها عن قصه الكيس فسالته ومنذ متى لم تعد تجد الكيس فقال لها بعد وفاه سيدي وهنا انتبه الخادم لشيء حيث سال نفسه لماذا انقطع الكيس بعد وفاه سيدي مباشره فهل كان سيدي هو صاحب الكيس ولكن تذكر معاملته التي لم ير منها شيئا سيئا سوى انه لا يرد السلام فغرورقت عينا زوجه الثري بالدموع وعلى الفور قررت بان تصل ما بداه زوجها وانقطع بعد وفاته وعاد كيس الخير الى الخادم مره اخرى ولكن هذه المره كان يستلمه بيديه من ابن الثري وعندما كان الخادم يشكره كان ابن الثري لا يرد عليه فشكره بصوت مرتفع فرد عليه وهو يقول لا تؤاخذني فأنا ضعيف السمع كوالدي. بكى الخادم بكاء شديدا وهو يقول: كم نسيء الظن بالاخرين ونحن لا نشعر ولا نسأل ولا نستفسر لكي نعرف لماذا يتصرف معنا البعض بأمور لا نحبها. لعل معهم العذر ولا نعرفه. يا ايها الذين امنوا اجتنبوا كثيرا من الظن. إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم يا ايها الناس انا خلقناكم من ذكر وانثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اكرمكم عند الله اتقاكم إن الله عليم خبير. قبل أذان الفجر بنصف ساعة، فوجئ أحد الصيادلة وهو داخل الصيدلية بواحد من الناس يطرق الباب بقوة، وعندما فتح الباب فإذا بشاب في الثلاثين من عمره ملابسه تنم عن بساطة شديدة، يصرخ ويقول: أغثني يا دكتور! زوجتي تجلس بالتكتك أمام صيدلية وفي حالة وضع فقال له الصيدلي أنا صيدلي وهي تحتاج لطبيب نساء وولادة فتوسل الشاب إليه وقبل يده وهو يبكي قائلا إنها تلد وحالتها خطرة ولم تقبلني أي مستشفى خاصة لعدم وجود المبلغ المطلوب معي وتحت ضغط الإلحاح الشديد وحالة السيدة أخذ الصيدلي المشرطة وأدوات الغيار المعتادة في الصيدلية وذهب الى السيدة فوجد ان الجنين نصف راسه قد خرج فقام باخراج الطفلة وقطع الحبل السري واعاد التنفس للطفلة وتعامل مع الحبل السري ثم اخرج المشيمة في ظلام حالك لم يقطعه سوى ضوء خافت من كشاف الهاتف المحمول ولم يستغرق الامر سوى عشر دقائق ثم عاد الصيدلي الى الصيدلية وبعد نصف ساعة وهو يتوضا لصلاة الفجر فوجئ بالشاب يعود اليه بعد ان قام بتوصيل زوجته وطفلته الى البيت يطرق باب الصيدليه ويشكر الصيدلي ويقدم له ثلاثمائه جنيه هي كل ما يمتلك فرفض الصيدلي اخذها وابتسم قائلا له هذا المبلغ هديه مني للمولوده الجميله فبكى الشاب واحتضن الصيدلي وعاد لبيته كما عاد الصيدلي لبيته وقص لزوجته ما حدث بعدما دهشت من كميه الدماء على ملابسه البيضاء وزادت اسئلتها وبعد عام من ذلك الحدث كانت زوجه الصيدلي حاملا فاخبرتها طبيبه النساء ان وضع الطفله بالجنب وانه لا بد من الولاده القيصريه وان الطفله ضعيفه جدا وهناك خطر على حياتها وستحتاج الى حضانه قد تمتد لاسبوعين او اكثر اخذ الصيدلي زوجته لاربعه اطباء فاقروا بما سبق وأن الولادة لابد أن تكون خلال يومين، وإلا سوف تكون هناك خطورة على حياة الأم والطفلة. ذهب الصيدلي إلى الصيدلية التي يعمل بها، محاولًا توفير سيولة كافية. فلم يستطع في ذلك الوقت توفير المبلغ الكافي للولادة والحضانة. وأثناء حيرته، فوجئ باتصال بعد ساعة من المنزل. إحضر حالًا، زوجتك تعاني من إعياء شديد. فأخذها الصيدلي إلى دكتورة النساء التي أخبرته باستحالة الولادة الطبيعية ولا بد من القيصرية عندما كشفت عليها تعجبت بشدة وأخبرته أن نصف رأس الطفلة قد خرجت بالفعل تماما مثل ما كانت نصف رأس الطفلة مع السيدة داخل التكتك هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ فبأي آلاء ربكما تكذبان وقد تمت الولادة طبيعيا بمساعدة الصيدلي ولم يستغرق الأمر أكثر من عشر دقائق وكانت المفاجأة الأكبر أن الطفلة بحالة جيدة جدا ولا تحتاج إلى أي علاج سوى قطرة بخمسة جنيهات وسط ذهول الطبيبة عند ذلك علم الصيدلي المعنى الحقيقي لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: «من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والاخرة، ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والاخرة. فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى واما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى وما يغني عنه ماله اذا تردى